عايزين نسرع يا طفاشة، يا دي يا طفاشة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايه يا انا لقيت موبايل وسط المجوهرات. يعني انت مش فرحانك لقيت مجوهرات، فرحانك لقيت موبايل وسطيها؟ ايوه يا ابني، ده موبايل اندرويد. موبايل ايه؟ موبايل اندرويد. موبايل اندر؟ ده موبايل كوتونيل ده ولا ايه؟ يا ابني انت غبي يا ابني، ده موبايل اندرويد يعني فيه واتساب. واتساب مين؟ يعني الواتساب البت. هو ايه الواتساب مين؟ يا ابني موبايل ايه؟ مش فاهم حاجه. يا ابني ده فيه فايبر. ده فايبر ايه يا ابني؟ ده موبايل ولا الحاف؟ بقول لك انت غبي وهتقرفني، ده موبايل اندرويد يعني فيه قمرتين، قمره من ورا وقمره من قدام. اخيرا يا رب، اخيرا احقق حلمي، اخيرا هتصور سلفي براحتي. هتتصور ايه يا حبيبي؟ سلفي. ايه السلفي ده؟ اقول لك انا، تطلع موبايل كده وتجيب الكاميرا اللي من قدام، تقوم جرها في ايدك عشان تتصور، بس قبل ما تتصور ايه بقى؟ تقلب جن. بص ها. والله طول عمري اسمع عن بوز البطه، اول مره اشوف بوز القرد. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ اثبت واهدى بدل ما نروح الاسم ونتصور سلفي من ابو ارقام، عارفه اللي هو ده. طب انت اخويا شفت بوز القرد؟ انا اول مره اشوف بوز الاخس. شفت يا ابني؟ ما تتخباش، يعني هنصور نفسينا سلفي ورانا المجوهرات وننزلها على الفيسبوك بقى، ونعمل لها صفحه ونكتب عليها ايه؟ المجوهرات اللي ورايا دول مش بتوعي، دول جولي نقطه في اسبوعي. وزع فشار بقى على الناس. طبعا يا ابني. يا عم ما تقرفناش، بطل غباء. انت اللي غبي يا عم. والله العظيم انت اللي غبي. والله انت اللي غبي. هثبت لك. فاكر يوم ما رحنا نسرق وقلت لك شايف الخزنه دي عايزك تفورها؟ فاكر عملت ايه؟ خدت الخزنه وقعدت ارج فيها لحد ما فارت. هي كده فارت؟ مش غرقتنا فلوس يبقى فارت. انا هثبت لك. فاكر اول امبارح لما رحنا فرح علي علوكه؟ لا مش لا افكرك، خد تعالى. مش واحنا راجعين وقفنا كمين قال لنا انتوا شاربين؟ قلت له لا يا باشا فايقين. قال لي طب قول لي جمله اخرها لا، لو قلتها تبقى فايق وهتروح. قلت له انا اقتل اسرق اخش البوكس لا. قال لي انت فايق روح. فاكر انت عملت ايه؟ لا مش فاكر. لا افكرك، انا الظابط. خد يلا. باشا خد تعالى. انت مين؟ انا العبد لله ضرب القطر في داره مشاه. الجرافيك ده اللي انت عايش فيه ده انت متكيف صح؟ لا. متكيف؟ لا. طب لو قلت لي جمله اخرها لا يبقى انت فايق وتروح. باشا وانا قلت لك على الحياه حياتك على السداني؟ لا. يبقى انت فايق يا باشا روح. صح ولا لا؟ افتكرت؟ مش ساعتها الظابط اعجب بينا؟ واصر يروح معاه الاسم ويأكلنا هناك؟ والله ده لسه ما لمتش بواقي الاكل اهي من على قفاه. انت ما بتعرفش تلم السفره. انا مالي؟ بقول لك ايه؟ وبعدين انت مشغل معانا واحد غبي، وانا الاغبياء بيعطلوني والمسحه. والله بيعطلوا جدا الاغبياء. والله العظيم. معلش ده قريب المعلم نستحمله، ماشي؟ ماشي. اسمه ايه هو؟ اسمه فرانكات. ايوه هو ترنشات. يا دي يا ترنشات. فرانكات. يا ايوه يا عم. مش عارف انط. مش عارف انط من على السور، اعمل ايه طيب؟ مساء الخير. مساء النور. انا وسام حضرتك. مساء الخير. ايه ومساء؟ احنا حراميه يا ابني. صباح الخير. يا ابني صباح الخير، احنا مجرمين حراميه. هاي ايه يا عم؟ هنسرق اكونت على الفيس. هو ايه اللي هاي يا ابني؟ حراميه يعني تخش تقول ليلتكم بتشكل ولا بتاع كفته؟ يا عم ده ما ينفعش معاك الكلام ده، انت شايف دواسيم. ربنا يخليك، ده انت اللي عمر. ما تقوليش عمر يا عم. يعني انت كويس؟ ما تقوليش كويس، ده منظر واحد كويس. ايوه حد حلو. انا مش حد حلو يا عم. خلاص حد زفت. الله يخليك يا قذر. والله العظيم هتغرى وبطل سرقه. والله يا زباله. الله يبارك لك يا رب. انت بتفرح بالحاجات دي قوي قوي. طب استنى، يلعن ابو شكلك. لا انا ما بحبش المجاملات. خليك كده. خليك كده طبيعي معانا. في ايه؟ بقول لك انتوا لازم تساعدوني. ماشي هنساعدك. انا فيا اللي مكفيني. مالك انت هتعيط؟ ايوه هعيط. ليه مالك؟ عشان انا انسان مؤدب ومحترم ودغري. والناس كلها كرهتني بسبب ادبي واحترامي. والله كل ده مؤدب قوي. ده رحت للدكتور نفساني. تمام. ماشي. قال لي بقى انت لازم بقى تتعالج. قلت له بقى لما شاف حالتي بقى اما قال لي ايه؟ قال لي لا يا ابني انت لازم تتكحرط شويه. تخرج يعني مع بنات وتروح سينما وتشوف الدنيا تتكحرط؟ لا هو ما قاليش كده. امال قال لك ايه؟ قال لي اقتل.
قال لك ايه؟ اقتل. دكتور نفساني قال لك اقتل. ما هعمل ايه؟ طب والله قال لي كده. ده اسمه ايه الدكتور ده؟ اسمه سعيد ملوخيه. سعيد ملوخيه؟ ده قطفته منين ده؟ بقول لك ايه؟ العياده بتاعته في شقه رقم كام؟ ده انتوا لقيتوا بعض بقى. لذيذ قوي زميلنا الجديد اللي انا هو اللي جديد. انا اللي جديد. لا فوق بص بقى، وعايزين نسرع عشان نخلص. انت قال لك تقتل، جاي معانا ليه؟ احنا حراميه بنسرق. ايوه مش انتوا حراميه بتسرقوا؟ ايوه. انا بقى اجي معاكم عشان اسرق. تمام. ماشي، ونخش بقى معانا كشافات، نخش بقى المكان اللي هنسرقه. وفي واحد غبي دايما بيوقع فازه. اهو موجود الغبي. ايوه. لما يوقع الفازه بقى تعمل كش على الارض، تقوم الخدامه بقى وهي نايمه تتقلب، فهي بتتقلب تعجبني اغتصبها بالمره بقى. ما احنا بنسرق. فلما اغتصبها بقى تقوم هي مخربشاني، وما انا قتلها بس اخربشها زي ما خربشتني قبل ما اقتلها. ده بطوله مين ده؟ نعم، بطوله مين اللي انت بتحكي؟ بطولة انا. بقول لك ايه، ما عندناش احنا افلام والجو ده، احنا جايين نسرق. المعلم لو جه لي انا ما سرقناش هينفخنا. لا يا عم ماليش دعوه، انا عايز اقتل. ايه ده؟ اعمل له ايه يا ابني؟ عايزين نسرق. انتوا تعالجوني. بقول لك ايه، هيتعالجوني لازم. هتقتل؟ هيضيع علينا. عايز اقتل. هتقتل؟ هفضحكوا. خلاص هيضيع علينا اليوم جري. ماشي، اعمل ايه يا عم؟ خليه يقتل، اعمل انت الخدامه. ماشي، خدامه. ما اعملش خدامات انا يا ابني. والله الدور ده حلو جدا. خدامه ايه يا عم؟ والله ما رضيت ارشح فيه حد غيرك. اعمله. ما بعملش انا خدامات. لو سمحت ساعدني، تعبان. ساعده بس. يلا. والله قلت لك الاخباب يعطلوني. والله معلش، عايزين اليوم المعلم تمسحها ينفخنا. يلا يلا يلا. مشهد قتل الخدامه اول مره، اكشن. يلا اقتلها يا استاذ. يا استاذ اقتلها. ما هي ما اتقلبتش. فما اتقلبتش فما عجبتنيش، هختصبها ازاي؟ خلاص لازم تخربشني عشان اقتلها. بس زي ما خربشتني خربشها. خلاص ما تيجي تخرج انت يا بيه. يا استاذه اتدلعي شويه عشان البطل بيتدلع علينا. بقول لكم ايه؟ ايه؟ خلصوني ورايا اوردر تاني. يلا عشان الاستاذه عندها اوردر في مذكرات مراهقه. يلا يا جماعه، مشهد قتل الخدامه تاني مره، اكشن. يلا اقتلها. ما تقتلها، ما هي بتموت لوحديها. ما بتفرفر قدامك اهو. معلش، قول لها كلمتين بقى. ايوه ايوه عندك حق يا استاذه. واحده بتتقلب على السرير، مش عربيه بتتقلب على الدائري. اعمل لكم ايه؟ ما انا قلت اتقلب جامد عشان اخربشني بسرعه. يخربشك؟ ايوه اخربشها. مش يمكن لما اخربشها تطلع كسبانه؟ والله عاشر واحده خربشها ان انا الاقي الجدون. ابدا يا استاذ، ما تجننيش والنبي معاك. انا مالي انا، انتوا اللي تساعدوني. دلع شويه. يلا مشهد قتل الخدامه ثالث مره، اكشن. لا انت هتعمل لي عرس، هقتلها انا دي. لا وسع يا عم. اسبب بقى. اسبب بقى، حرام عليك. دلعي. مش كده. خلاص يا عم اهدى. مش كده، حرام عليك. مش عارف تشتغل ليه معايا يا عم؟ عايز اتعالج والله. بتعيط ليه دلوقتي؟ والله العظيم انا كنت مستسلمه لك. والله بلا مستسلمه بلا ليله. المفروض انت قاعده تتدلعي بمقص شويه كده اهو، كده اهو، تعملي اي حركه. بس انا اول مره اشتغل دور زي ده والله العظيم. عاجبك كده انت؟ بس بس يا اختي بس. الله يرحمه، كملي لي الثلاجه لحمه. رواقي يا حبيبتي، رواقي. مالك؟ والله كان نجار قد الدنيا يا اختي. نجار؟ اخر حاجه قالها لي هاتي لي الحبايه وكوبايه ميه وقلم رصاص. طب قلم رصاص ليه؟ عشان الحته اللي بيبوسها كان بيعلم عليها. كان صنايعي. كان نجار هو. اه والله. طب جوزك يا حبيبتي مش عارف يركب لك شراعه في سنتك؟ صحيح، بق النجار مخلع. ايوه كده، فكي. بس بقى بتضحكوا؟ ما خلاص ضحكنا. انا عايش مساويات يا عم. هتعيط لنا ليه؟ والله العظيم عايش مساويات. انت اللي جايبك تسرق معانا عشان تعيط. اقول لك انا؟ احكي. انا حكايتي صعبه على الكافر. انا وانا صغير كنت بحب ابويا، اه ابويا بيحبني بس ما كنتش بقعد معاه كتير، فقررت اطلع حرامي عشان اقعد معاه معظم الوقت. تقعد مع ابوك فتطلع ابوك حرامي يعني؟ لا انا ابويا مخبل. ازاي تقعد معاه معظم الوقت؟ ما انا قبل ما اسرق بقول لابويا على مكان وميعاد السرقه، فيجي يقبض عليا، فاروح اقضي معاه بقيه اليوم في القسم بقى، وايلام بقى وشلاليط وافيان. بص بيدلعني. يا فرحه امك بيك، يعني انت مبلغ ابوك ان احنا بنسرق دلوقتي؟ طبعا، ما اقدرش اعدي يوم من غير ما اشوف ابويا يا ابني. ما كده هيتقبض علينا. ما تخافش، ابويا مخبر هطلعه.
حلو قوي يا ابني انت مجنون. يتقبض علينا. اوكي يتقبض علينا ونروح بقى ايه، نقف كلنا عرض بقى قدام وكيل النيابه، نقف كلنا كده وتيجي المجني عليها بقى الخدامه. الخدامه بقى تخش بقى وكلنا عرض كده وانا واقف بقى في وسطهم ايه وبعمل كده يعني. ثم معديه بس لازم تعديني، واول ما تعديني ترجع تاني بسرعه تقول وحوش وحوش وتقوم مخربشاني. اما تخربشني اقوم قتلها، بس قبل ما اقتلها خربشها زي ما خربشتني. انت مديحه كامل مقصره في حياتك بشكل كبير. ما هو اعمل ايه طيب يا جدعان، ما تقرفوناش يا جدعان. هو الدكتور اللي قال لي والله العظيم لو ما قلت المعلم هيجي من فوق. بص يلا لو ما قلتش انا هخلص منك. ايه ده، ما انت معاك بتقتله اهو، بتقتله يا ابني. انت فاكر ده مسدس؟ امال ده ايه ده؟ لا ده مكنه خياطه بجيبه بس نرف حاجه نعمل واحنا شغالين. والنبي بعد البتاع ده عني، والنبي ابوس ايدك يا جدعان. ركزوا معايا والنبي. المعلم تمساح، عارف المعلم تمساح؟ ايوه يا عم بتاع ناشونال جيوغرافيك. انت عارف المعلم تمساح؟ ايوه عارف التمساح ده. كان عندي تمساح ب 15 قرش بلاستيك صغير كده، حطيته في بطرمان ميه، فضل يكبر يكبر يكبر، كسر البطرمان، حطيته في بانيو، فضل يكبر يكبر، واول ما كبر خالص قام مخربشني. قمت مخربشني. جيت اقتله لقيته بلاستيك ما ماتش. ايه يا ابني الخربشه؟ انت مولود على قطه. ما تعال يا حبيبي، ايه على المعلم تمساح ده اللي احنا بناكل من خيره. ايوه اللي مربينا. ايوه احسن واحد بيعلم السرقه، مش عارفينه. ده اكاديميه يا جدعان. اكاديميه التمساح، اكبر اكاديميه لعلم الاجرام. اكاديميه التمساح، نؤهلك الى الدخول الى الاجرام بكل سلاسه. اكاديميه التمساح، نعلمك نطه الثقه عليها ما يهدي. اكاديميه التمساح، اذا لا قدر الله لم يتجاوز الطالب المرحله الاولى ستعاد الثانيه مجانا. ستعاد مجانا. اعمل البر خلاص. تذكر لي كل الاعلانات. ما خلاص قلت اشرحه لكم. ما هو عارف المعلم تمساح. عارفينه ده راجل حنين قوي، لو جه انا كده هيقسى علينا. يا جدعان ده بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. ايه؟ بيشيل اللقمه من بقه بعد ما يحطها في بقه. يا يا رب على الغباء. انت فهمت ايه يا ابني؟ ايوه يا عم فهمت اللي انت قصده. لو بيحط اللقمه في بقه ويحط فيها لسانه وبعد كده بين سنانه ويدهنا. يا نهار اسود. يا يا لا لا بص انت هتفهمني، انا قصدي ان هو راجل اصيل بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. يا بو انا فهمتك. بص انا هفهمك. بو يا ابني افهم. بو ايه؟ بس يا ابني يا معلم لو جينا انا ما سرقناش هينفخنا. يلا ندور عليه نشوفه راح هنا ولا هنا. ماشي يلا جاهزين. جاهزين ندور عليه في اي اوضه من دولت. يا معلم تمساح. معلم يا معلم تمساح. يا معلم يا معلم تمساح. يا معلم تمساح. ايه لقيته؟ لا يا معلم تمساح. 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 ها لقيته؟ لا. طب ما لقيتش الشغاله يا عم؟ شغلته ايه طيب يا معلم؟ يا معلم تمساح. 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 مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه ده امال ايه؟ امال ايه يا معلم تمساح يا معلم؟ انتوا مش شايفيني يالا؟ ايوه انتوا اول مره تجوا لي يالا؟ ايوه يا معلم اصل ما كنا فاكرين. ايه ايه ايوه يا معلم. ايوه ايوه انتوا مش اول مره تشوفوني؟ ايوه انتوا اول مره تشوفوني؟ يا معلم يا معلم ها 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 يا معلم ها ولا 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 بلا لا لا ايه الواد الاهبل ده؟ يا معلم ادينا فرصه نتكلم، احنا فاكرينك واحد تاني. بس واحد تاني ايه؟ على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقه اللي احنا داخلين نسرقها؟ أيوه. هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه؟ او هنلاقي الثلاجه معديه؟ لا الغساله معديه؟ ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا ما نبقى واخدين بالنا؟ ولا مثلا ممكن يبقى في ثلاجه معديه؟ خلاص فهمنا يا معلم. ولا يكون في غساله معديه؟ فهمنا اقصد يعني. اللي دخل واحد هنا هو غريب مثلا الشقه يعني دي مش شقه مش على الطلاب الثلاثه. فهمنا يا معلم احنا اسفين، احنا مش عايزين نضيع وقت. انا بكره الرغي. ايوه انا بقول لكم اهو. ايوه يا معلم ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اكل انت جايبه لنا؟ اه يا علاء يا
يلا كل يلا. لا ما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا. يا انا اعمل كده ليه يا ابني؟ ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ هو الواد ده اللي قال لنا. انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يالا ولا ايه؟ انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم. ده يالا شويه محشي لقيتهم في الثلاجه، قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا، امال هسيبهم يعني في الثلاجه؟ ما انا اصلا لو سبتهم في الثلاجه ممكن يحمضوا. عرفنا معلم. ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى. والله عرفنا خلاص. لان عارف لو انا سبتهم في الثلاجه ايه اللي هيحصل لهم؟ هيحمضوا. ايه ده؟ لا ما انت يالا ده انت ذكي يالا. لا ما شاء الله. ايوه احنا هنقعد نرغي؟ هنقعد نرغي؟ لا يا معلم عايزين نشوف شغلنا يالا. ماشي يا معلم عايزين نشوف شغلنا. ما تقلقش انا عامل تحريات المسروقات. عامل تحريات، مفيش حد هيجي من البيت ده، كلهم في عيد ميلاد. حلو قوي. اوعى لا حد يجي اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا ويخش علينا، دي تبقى مصيبه. لا لا عمري خستعت معاك قبل كده. اوعى تخستع معايا يالا. لا يا معلم. ايه ده؟ ايه صوت الزماره ده؟ بعد ما قلت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معلم معلم ايه؟ ايه صوت الزماره ده؟ ايه ده؟ ازاي عرفت ان في صوت زماره؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زماره اتزمر يا اخي. علم يا استاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزماره ده؟ يمكن العروسه كانت من الكوافير. يا ابني عروسه. عروسه ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 بيب. والزينه بقى. احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح. هبص إيه الصوت ده؟ هبص. عايزك تبص لحسن يكون اصحاب الشقه جم. ماشي. هتودينا في داهيه، لان لو صحاب الشقه جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهيه. ماشي الحق. عايزك تروح تبص بسرعه. ها وتيجي تقول يلا. ماشي. بقول لك ايه؟ عايز الحق ابص يا معلم. انت لسه ما روحتش يالا. هروح يا معلم. انت لسه ما بقول لك ايه؟ انا كلامك ما بتسمعش ليه يالا؟ والله انا رايح بترجعني. مش انا قلت لك روح بص شوف دول اصحاب الشقه ولا لا؟ ماشي. يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعه شوف لي دول اصحاب الشقه ولا لا. ماشي يا معلم. هتعمل ايه؟ هروح اتنيل ابص اشوف اصحاب الشقه جم ولا لا. انا قلت لك تنيل يا معلم والنبي. يلا نروح بص. ماشي. ربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر يا معلم. مين يا مصيبه يا معلم؟ مصيبه. ايه اصحاب البيت جم؟ ده اللي انا كنت خايف منه. بقول لكم ايه، احنا لازم نستخبى بسرعه. ماشي. احنا مش هنلحق نهرب. ماشي. كل واحد يستخبى في حته ما يقولش للتاني عليها. ماشي. عشان لو التاني ده اتمسك ممكن يقول للاولاني فين المكان الاولاني بتاع التاني. لان ممكن بسرعة. اول واحد مثلا يتقبض عليه هيقول لهم ده في الشقه بتاعتي وده في الاوضه ايه وده في الاوضه ايه. لكن يبقى كل واحد يستخبى. مستخبى مع نفسه ما يقولش للتاني. يستخبى في اي حته. الفيلا باربع سلالم يا معلم، زمانهم طلعوا. الفيلا باربع سلالم بس. طب يبقى نستخبى بسرعه. أيوة. بس وانتم بتستخبوا اهم حاجه ما تقولوش لحد، لان انا ده حصل معايا قبل كده. والله حصل معايا قبل كده. كنت انا قبل كده في شقه. أيوة. كان معايا ناس قلت لهم استخبوا فهم ما استخبوش. استخبوا في سلمتين راحوا كده يا معلم. اجري بسرعه استخبى. يلا استخبى. لان اصل ده حصل لي عارف سنه 69 تقريبا. انت قلت لهم؟ قلت لهم يلا استخبوا 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 بسرعه. ها استخبيتوا؟ استنى حله المحشي. خلاص ما تعيطيش بقى يا حبيبتي بقى، والنبي ما تعيطيش بقى. خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميادي بس النبي السنه هي السنه باص خايس يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو باص، هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي بس يا حبيبي مش عيط بس. بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير امشي يا وحش خلاص. هو وحش مشي. الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضو يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا مياد؟ قلت له ايه يا حبيبتي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي. مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت يا جي فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ ايش بقى ايه القرف ده؟ النادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له. انت ياجي فاسي فاسي يا حبيبتي. الكلام كله ليه معنى، دي ليها ريحه. فهمتي يا حبيبي؟ ما انا كنت بقولها يا اصحابي واحنا صغيرين.
صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى، لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمه لك، اوكي؟ يقى يا ميوت، انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين، وقع مننا 8، اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه، انا اللي هساعدك، سيبك من الدكتور ده. ماشي. قولي ورايا. سيس. سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش يضغط حرف سي. طب انت لادغه في ايه بالظبط؟ حددي. انا يادغه في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها؟ ايه يام دي؟ حرف يام. ايام. ايام شاهين؟ يقى يا ميوت، ايام. ايام وبنعيشها، عمرو دياب. يا ميوت لا، ايام زي كلمة ياي. سحر عيونه ونظراته. اول ما تلاقينا عيني بعاي. ما انت ساعديني يا حبيبتي، ساعديني. يا ميوت ده زي كلمة كيب. 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 لا يا حبيبي، كيب. كيبي هو كيب. هو هو هو. لحظة يا حبيبتي. يا دكتور دي بتهوهو. ده مش فاضل لها غير الهي والواو، حرام عليك. لا قوم تعالى دلوقتي حالا، انا عايزك. يلا فورا تيجي. بصي بقى انا هقول لك حاجة. إيه؟ ارسمي الحرف. اهو حرف يام. ايام. والله العظيم حرف اللام. انا عرفت. حرف اللام؟ ايوه يا ميوت. طب يا حبيبتي قولي كلب هوهوي. لا بهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ ركزي. قولي مريلة. 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 طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه في اولادنا طيب؟ هنربيهم ازاي باللدغه دي؟ ايه؟ ابننا لما يرجع من المدياسه. ايه؟ انا لساني باص. لا لا مش كرهه، لا انا احبه احبه احبه. لو انت بنحبه حبيبي بقى كفايه. بصي بصي خلاص، انا هعمل لك عيد ميلادك هنا اهو في البيت. انا عزمت اعضاء النادي كلهم يجوا هنا. بجد هيجوا؟ اه. طب احنا مش عندنا حاجه نقديها لهم. لا انا جبت سعيد السواق، قلت له يجيب كل الترط والساليزون والحاجات كلها بتاعت العيد ميلاد يحطها لنا هنا عشان اصحابنا. حبيبي ربنا يخليك ليا. مين بيحب ميوت؟ انا. مين بيحب زينب؟ ميوت. مين بيخون زينب؟ ميوت. انا احب زينب. انا كنت يبوتي يا خيوشي يا خيوشي يا خيوشي. كاكو ده يفتق لي دمكم. يلا يلا حبيبتي بقى امسحي وشك عشان نطلع نستقبل الضيوف. يا انا هروح اظبط شاي وانت استقبلهم. طب ياي. ماشي باي. اطلع يا عم باشا. يا مراد باشا. يا مراد باشا. ارجع. انت فين يا مراد باشا؟ يا دي اليوم الاسود اللي من اوله. هات يا سعيد الباتون شاليه. سعيد يروح يجيب الباتون شاليه. عايزين شاليزو يا سعيد؟ سعيد يروح يجيب الشاليزو. يا دي اليوم الاسود على عيد ميلاد المهبب بتاع الانسه زينب دي. اشفخت عليك يا سعيد. انت بتشتمني يا سعيد؟ ما اقدرش. بتتريق عليا انا ومرات يا سعيد؟ والله يا باشا ما اقدر اتريق على الانسه مرات حضرتك. نعم يا اخويا؟ والله ما اقدر اتريق على الانسه مراتك يا باشا. الانسه مراتك؟ انا اسف. اسمها الأنسة مرات سعادتك. أنا آسف يا باشا. يا حلوف. أنا آسف يا باشا، أنا آسف. جبت الحاجة؟ جبت يا باشا الحاجة، جبت المكسرات وجبت الشاليزو وجبت حمصية وجبت سمسمية. يا ابني هو مولد النبي. يا ابني أنا بعتك تجيب حاجة العيد ميلاد. أيوة يا باشا صح، العيد ميلاد جبت البوشومات وجبت الشاليزو وجبت الباتون شاليه. جبت التورتة؟ لا دي ما عرفتش أنطقها. على رأيك أه ما عرفتش أنطقها. أنا آسف يا باشا. بقول لك يا باشا والنبي كنت عايزك في موضوع. نعم. استفسار صغير كده. ما تقول يا ابني بتقول ايه؟ استفسار صغير. ايه؟ استفسار صغير. فشار حجم صغير؟ لا استفسار صغير يا باشا. استفسار. ايوه استفسار صغير. قول كتك ده في لسانك. انت بتديني كام في الشهر؟ 4000. حلو قوي يا باشا، انا بستخدم 3000 بس في الشهر. حلو، في 1000 احوشهم؟ لا انا عايز اعمل بيهم حاجه. هتعمل بيهم ايه؟ عايز اجيب سواق. سواق؟ اه يا باشا سواق يوديني ويجيبنا الشغل سوا ونروح ونيجي. وانت هتعمل ايه؟ لا باشا انا هقعد معاك بقى في الكربة الورانية ورا ونقعد نقرا الجرانين سوا. ياه تقرا اليوم السابع؟ لا هقرا المصري اليوم. اثبت يالا. انت بتعرف تقرا؟ يا باشا لا انا ما بعرفش اقرا، انت اقرا بصوت عالي. وانت تسمع؟ لا انا هتفرج على السوا. انت متخلف وهتجيب لي شلل. ولا روح يلا امشي من هنا قدامي. يا باشا طب والنبي طلب تاني صغير والنبي يا باشا. امشي امشي يلا. والله طلب صغير قد كده. اخلص. عايز اغني.
ما بقاش الا انت اللي تغني يلدغ يا حيوان. يا باشا والله العظيم ده انا بفكر اقدم في الجابويش. تقدم في الجابويش؟ ايوه. طب اقول لك ايه، غني قوم نادي عشر عيدي واللي عايز يجي والبنات الاسكندراني اللمه دي لمه رجال، وانا هاجي معشي وهاجي والقناوي والسيناوي والمحلة واللي مية مية والنوبك جمال. ما توصلش الشوايش الدنيا حتى كده واللي سعيناوية. امشي يا كلب يا تافه اطلع برا. ليه بس كده يا باشا؟ امشي يلا. فين الخدامين يلا؟ موجودين يا باشا من 7 الصبح. طب يلا عشان في ضيوف قد كده عايزين يخدموا على الناس. حاضر يا شباب يا شباب. انت يا عماد خير يا باشا؟ صباح الفل. كلم يا عم الباشا يا عم اللي هيخنقنا ده. بس انا جايب لك الشواق، كنت هجيب شواق ب 1000 جنيه في الشهر والله العظيم. 1000 جنيه في الشهر؟ والله الشواق ب 1000 جنيه في الشهر. ده انا بديك 4. مش مهم، انت راجل مغفل، دي مش كشتة. اطلع بره يا كلب. سلام يا باشا. بقى امسك خد دي كمان معاك يلا. اهي هناك اهي. صباح الخير يا باشا. نعم. صباح الخير. فين مراتك؟ مراتي جايه يا باشا. يلا عشان عندي ضيوف قد كده لازم تخدموا عليهم. ما تقلقش يا باشا، ده هيبقى احلى عيد ميلاد في البشريه ان شاء الله. يلا جاهزه يا زوزه؟ يا حبيبي ايام تخيس اهو. يلا كوكو ديوكو حبيبي. ايه العلاقه الحرام دي؟ ده عمال يا مياد يا مياد. اه انت كل بقوله يا دي كمان يا حبيبي. اه ده بعد كده بقى يخلف عيل يقعد يهشتكوا. انت كمان كمان نص اللي قالوا لي كمان، وقعد يقول لك انت كنت كمان لامه، انت كنت كمان لامه، ويجي يقول لك الواد بيتكلم متاخر ليه؟ في كائنات غبيه بتكلمه. على مباب وتعالى خدم في هناك في النادي وخدم هنا، روح النادي وروح هنا. بقت حاجه هباب، روح النادي مفيش فايده. نيجي هنا برضه مفيش فايده. حاجه زي الزفت. بروح اقدم في اي شغلانه في اي نصيبه، نروح النادي الدنيا تروى وبرد، نيجي هنا برضه برد ومش عارف البرد بيجي منين. اما نادي الزفته تيجي تساعدني، اتاخرت ليه؟ يا اعتماد. انت يا اعتماد يا اعتماد. كنت فين يا اعتماد؟ في ايه؟ انت لابس الشورت بتاعي يا حاج. معلش انا اسف، البنطلون اتسلت مني بس معلش. اخر مره كنت اتاخرت ليه؟ كنت بتهاكس في الشارع يا حاج. طب وهي دي حاجه اتاخر يا اعتماد؟ ما اللي بيهاكسني كان ماشي على مهله يا حاج. هو برضو اللي كان ماشي على مهله، ولا انت اللي كنت بتتحرشي بالرجاله يا سفله؟ انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. ايه ده؟ المفروض انا اللي اضرب. انت ايه؟ انت ايه؟ بتمد ايدك علي يا ابو ليل، بتمد ايدك علي، وانا اللي كنت عامل لك مفاجاه ومش عايز احرق لها لك. أرجوك احرق منديهالي. ايه القرف ده؟ يما يما ايه القرف ده؟ يا قصة أورتيجا الجديدة. قصدك مي كساب يا حجة. ما فرقتش كتير يا حاج. دقيقة دقيقة. ودي حلقاها فين يا حجة؟ عند الفس يا حاج. أبقى أروح يسوي لي السوالف حلوة يا حجة. أنا زعلانة منك ومقموسة علشان أنت بتتهجم علي وبتشك في شرفي. انت قلبك قاسي قوي قوي. انت قاسي قوي قوي. انت مش بتحس ايه يا جيه؟ انا مقموسه مقموسه مقموسه. خلاص ما تتقمسيش ما تتقمسيش ما تتقمسيش. ارجوكي عايزك تغني لي الاغنيه اللي انا احبها.
حيادي مهنية يا تميد. أنا والليل يقول ليلي وأنت تغيب، أنا وشو يسأل فين أغلى حبيب، أنا قلبي ينادي لك وروحي تروحي لك، يوقف بيا الزمن واستنى اشوف عينيك يجي حب رنجا 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 رنجانات، حب رنجا رنج ارجع لي اشوفك والقلب مرتاح، ريحني يا حبيبي من خلاص يا حجه يا حجه برده مقموسه خلاص ما تتم. تعالي انا عارف الهبل ده، هننزل صوره على الانستغرام يلا انستا هابي انستا ماي لافلي جير انستجرام انستا هبال انستا خدام انستا وتشافي هاجي 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 برده لسه مقموسه خلاص يلعن ابو شكلك زهقتني في حياتي خلاص. انت عارفه يا اعتماد ان انت كنت اكبر جزء من احلامي. كنت اكبر جزء من احلامك؟ ايوه. ازاي انت عارفه يا اعتماد ان انا مستعد اعمل اي حاجه علشان ارضيك؟ اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه. يعني لو قلت لك تفط من فوق السفره دي هتفط؟ والله لو ده يثبت لك اني انك ايه بحبك. انت مجنون مجنون مجنون. بس بقى علشان بقى عندي تعويره في رجلي. تاويره؟ ايوه تاويره. بس انت اثبت لي ان انت لسه بتحبني. اكيد لسه بحبك يا اعتماد. ايه ايه ده انشكاح؟ ايه ده ارد الواتساب يا ده. بصي يا اعتماد. ايه يا ابو ليال؟ دلوقتي انت هتروح المطبخ تطبخي وانا هقف عند السفرة اسفر. حاضر. سلام 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 يا ما خلاص يلعن انتي. تعالي خدي بقاياكي مش قرف. ايه ده في ايه؟ مساء الخير. ايه ده هي السفرة بتولد ولا ايه؟ لا ما لا بتولد ما فيش حاجه عادي ما فيش اي حاجه. انت مين؟ انا ضيف جاي الحفله. طب مستخبي تحت السفره ليه؟ مستخبي تحت السفره عاملها لهم مفاجاه. ايه رايك؟ ايه ده ولابس كده؟ طبعا عشان دي حفله تنكريه. عشان كده لابس حرامي. يا عم اسكت. حرامي ايه؟ لابس حرامي. لا ما كده الناس هتيجي تقبض عليا. مش هتفتكروني انسان عادي، هتفتكروني حرامي بجد. يعني انت انسان عادي؟ انا انسان. وانت بتعمل ايه تحت؟ لا ده الشكمان اتخرم بصلحه اهو اهو. شايل هات شاي والنبل اللوز. الشاي والسيجاره كليوباترا وايه ومفك صليبه. ماشي حاضر. انا من تحت عينيه. العجل ماشي. ربنا معاك. بقول لك ايه؟ قول. هي اللي كانت واقفه هنا دي مراتك؟ هي مراتي. هي خدامه؟ ايوه خدامه على اصوله. على اصوله يعني؟ ايه بتخربش يعني؟ طبعا بيتخربش وبترفس كمان. والله؟ اه. طب روح بقى انت هات لنا شاي نشرب انا واللسطه. لو احتجت اي حاجه نادي قول يا عماد هرد عليك. ماشي يا عماد. ماشي يا باشا. شكرا عمده. يلا يا باشا. حبيبي يا عمده. في رعايه الله يا باشا. يا رب اخف يا رب يا رب اخف. يا اعتماد اعتماد اعتماد. خير يا مسبت راجل؟ تعالي يا شطره تعالي يا حبيبتي. انت خدامه؟ ايوه. طب يلا بقى. يلا ايه؟ يلا بقى. يلا ايه؟ يلا خربشي بقى. وانت كرت شحنه خربشك ايه؟ يلا خربشي زي ما بقول لك. ده انت تلمى بقى. طب تعالي بقى تعالي بقى عشان ايه؟ انا اروح بيها فين دي يا ربي؟ اخدها فين ديك؟ اعمل بيها ايه؟
اعتمد. شرف العيلة بقى في الوحل يا سفلة يا خينة. مش أنا يا أبو العيل. كنت بتتمرجح على دراعه يا سفلة. يا عم ما تفهمش غلط. أنا هخرج أروح أجيب السكينة عشان أقتلك، عشان أشيل التنس. لا يا عم تتلاش، أمال أنا أعمل إيه؟ أنت مجنون؟ محدش هياخدها من هنا. ده إيه ده؟ تعالي يلا بقى، يلا ما تتمرقعيش. يلا إيه؟ خلصي بطلي مرقعة، ده أنت غبية أوي. يلا بقى ده. يا وليه يلا يا وليه. تعالي بقى عشان انا بقى ايه. يلا بينا. تعالي بقى انا هاخدك بقى روح بيك. بس اذبح على طول. اذبح اذبح بس امسك. اوعى تهرب منه. امسك يا معلم. يا ايه البيت اللي مليان حشرات ده؟ ايه يا معلم؟ مش كنت تستنى تدخن اول ونذبح ونوزع؟ نذبح ايه يا عم؟ ده انا مستضعف بالعافيه يا معلم. انت جاي تعمل لنا مصيبه هنا يالا؟ كده طفشتوها يا معلم. جاي تعمل لنا مصيبه ولا تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا يالا؟ عايز اقتل يا معلم. اوعى تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا يالا. احنا جايين نسرق بشرف، لكن تيجي تعمل لنا مصيبه؟ انا بقول لك ايه، مش عايز قلق. عايزين نهرب يا معلم. دلوقتي اصحاب البيت جم والشغالين. امال انت ما قلتليش ليه شغالين هنا ليه؟ الله يخرب. ما اعرفش يا معلم. اهم حاجه دلوقتي انا اقول لكم على خطه للهروب. ايوه يا معلم، بس ركزوا معايا عشان انتوا اغبياء. ماشي ماشي. الخطه بتاعت الهروب هنعمل ايه بقى؟ بسرعه بس من النبي يا معلم. نعم بسرعه. الناس بس في البيت. لا ما تستعجلنيش. ماشي. الخطه دي عايزه تركيز. ماشي. احنا هنمشي على طراطيف صوابعنا. ماشي. عارفين يعني ايه طراطيف صوابعنا؟ لا. يعني ايه يا معلم؟ طراطيف مش الصوابع بيبقى لها طراطيف كده اهو؟ اللي هو بص كده اهو، اللي هو زي بتوع الباليه كده اهو. ها؟ ايوه. ما هم بيمشوا ليه كده؟ ليه؟ عشان بيبقى الجمهور نايم تحت. ها؟ تمشي كده اهو على طراطيف صوابعنا. بص امشوا عادي. يلا تعالوا. ايوه تعالوا. يا معلم دي فكره الهروب يا معلم. استنى ناخد الحاجه. ناخد الحاجه. ناخد الحاجه بسرعه. هات الحاجه بسرعه عشان محدش يعرف. بسرعه هات الحاجه. يلا استخبى يا معلم. استخبى. يلا استخبى 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 استخبى. زينب زينب زينب. كلهم مش موجودين دول. أحسن أسونا سنسونتي. أيوة يا روح قلبي السمسونة. أيوة يا روحي. إيه يا حبيبتي؟ دخلت ليه يا حسن؟ مفيش، قابلت وليا هنا اسمها اعتماد شبه الهدهد كده طالع لها بتاع. طب بقول لك ايه يا حسن؟ ايه؟ ما تيجي تسيبنا من عيد ميلاد ده ونروح على البيت. لا بيت ايه هنا احسن؟ مش هروح البيت انا. حسن انا مراتك يا حسن. ما انا عارف ان انت زفتتي، انا مش قادر اتخيل وربنا ما قادر اتخيل. ازاي يا حسن بتعملي لي كده؟ وايه الوقفه اللي انت واقفاها دي؟ مش قادر اتخيل سيد صاحبي حبيبي كنا بنلعب مع بعض على القهوه يعمل عمليه ويقلب ويبقى مراتي. ازاي؟ ازاي؟ ليه؟ ليه ابو السيد كده؟ في ايه؟ في ايه يا حسن مالك؟ في ايه يا ابو السيد؟ انا مش عارف اتعامل معاك، كل لما اجي اقرب عشان ابوسك الاقي الشنب طلع. الشنب اللي هو بتاع احمد عبد العزيز العريض ده. اقرب عشان ابوسك الاقي دقن طلعت. اقرب عشان ابوسك الاقي. مش هينفع يا سيد. وربنا ما هينفع. حسن انا عملت كل ده يا سنسنتي عشان بحبك، عشان اعرف اتجوزك. انت فرحانه وبتتباهى يا سيد بايه؟ يعني انت لو عجبك كلب في الشارع هتقلب كلب عشانه؟ طب انا بحب السحاله، هتقلبي سحليه؟ على فكره يا حسن انت مقصر معايا قوي الفتره دي. لا انا مش مقصر. مش لسه جايب لك امبارح مكنه جيلت عشان تحلقي دقني؟ انا قصدي ان انت ما بقتش بتعمل لي حاجات حلوه زي الاول. لا يا اختي بعمل لك حاجات حلوه زي الاول. بعمل لك. مش انا اصلا قالب راجل عشانك وعشان نتجوز؟ مش عارف انا ايه الهم ده يا رب. ما انت كنت راجل وانا كنت ست وزي الفل وعسل عسل. ليه نقعد نتشقلب عند الدكاتره؟
طب بقول لك ايه، جبت هديه البت زينب؟ اه جبت لها ايه؟ جبت لها ايه؟ جبت لها خاتم ذهب زي السبوع كده. ايه ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، ده خاتم عبيط ب 5000 جنيه. طب بقول لك ايه، بكره تجيب لي خاتم عبيط زيه بفص اهبل. حاضر، اجيب لك خاتم عبيط بفص اهبل من واحد بيستهبل. حلو كده؟ حلو يا اخويا. يلا اتفضل يا سيد. اتفضل. ثانيه واحده يا سيد، ثانيه واحده. ليديز فيرست. فكك فكك مني. لا فكني يا محمود، انت اللي عليك الدور، انا قفشتك. ما هو احنا الصراحه ما بنلعبش. امال احنا ايه؟ انا ربطك عشان انت عينيكي وحشه وبتحسدي. ايه؟ انا بحسد يا محمود؟ اه. بتقول على مراتك حبيبتك ان هي بتحسد يا محمود؟ اه. محمود فكني يا محمود بقى. لا مش هفكك. عشان خاطري فكني. عليا الطلاق منك ما هفك. انت بتحلف بالطلاق يا محمود؟ وطي صوتك عشان صحابات الفيلا. فلة؟ هو احنا في فلة؟ يا ريتني ما اقول. يا لهوي، ده الملك والملكوت، دي الفلة في المنافلة، والمحشي استوى في الحلة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرواز الجامد قوي ده؟ مش مشكلة. شفت؟ بصي البقيتة دي باظت، دي كريستال عصفور. الحمد لله لحقتها. مش مشكلة، اللي وراه اجمد منها، اللي وراه مفيش كل. ما لحقتهاش. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه ده، هما بيقعوا ليه كده يا محمود؟ في ايه؟ بيقعوا ليه؟ ده انا هقول لك ثانية واحدة لحسن الناس هيطردوني. ثانية واحدة. في ايه يا حبيبي يا بس؟ يا نهار اسود. ايه؟ استني كده، مفيش حد هياخد باله. لا. يا ولية حرام عليكي، بطلي حسد، عينيكي مدورة ومقورة. حسد ايه يا حبيبي؟ الكلام ده كان زمان. بص انا افهمك. قول. انا بنت خالتي زمان كانت عامله لي عمل، اكمن الرجاله كلها كانت بتلف ورايا انا وسايباها هي، فقامت عملت لي عمل كل ما ابص لحاجه اقسمها اربع ارباع، بس الحمد لله اتحسنت دلوقتي. ايه ده، اتحسنت ازاي؟ ابص للحاجه في لقها اتنين. ده انت اتحسنتي جامد بقى. اه طبعا، اتطورت قوي. ايه يا حبيبي، في دي فيلا؟ ايه يعني برواز وقع ولا فازه وقعت؟ ده لسه في جنينه وفي بسين. البسين اتخرم، البسين اتخرم. كرمت البسين؟ كرمت البسين؟ وبتعملي كده؟ ده انا اللي مرعوب منك. انت بتعملي كده؟ ايه الطيبه اللي في قلبك دي؟ ثانيه واحده. ايه؟ الحمد لله ان الحاجات دي كلها جت في جماد، اهم حاجه البشر. فانا عشان خايف على البشر. اه. ثانيه واحده. ثانيه واحده، يا لهوي عليا. ثانيه واحده، البتاع مسك في بعضه. الله يخرب بيتك، حتى انا احتست. البسي يا حبيبتي. ايه ده؟ الله. وثواني هروح اجيب خطاط واجي. ليه؟ هكتب هنا العين فلقت الحجر. وورا هكتب الاميره منى والامير حسن ما تسوقش بسرعه يا بابا. هو انا اتيوت يا محمود؟ في ايه اللي انت بتقوله؟ انت مجنون يا محمود؟ يا حبيبتي انا خايف على صحابات الفيله والله. صحابات فيله ايه وكلام فاضي ايه بس اللي انت بتقوله ده؟ هي دي زينب؟ لا. يا لهوي، بص شعرها يا محمود. لا. دي شعرها لحد هنا. دي بتلف بيها نايمه دي ولا ايه؟ دي عامله زي البنت اللي بتطلع في اعلان دابر امله. حقيقه حقيقه حقيقه. ايه يا يهوي؟ ايه دي اللي بتطلع في دابر امله؟ دي بقت جابر امله. يلا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالك؟ استشوايه يا حسن. ماله استشوايه؟ استشوايه حيائي شعري. ايه؟ استشواي حيائي شعي. استشواي حيائي شعي؟ ده حيائي شانك مش شعي. الحق بتقول لك استشواي حيائي شعي. يا حيوم. يا يهوي. يا خيوبي. يا خياشي. يا يهوي عيايا. يا حيوم عليكو ويوي. ايه يا جماعه، في ايه؟ حرام عليكو. بقول لك ايه، تعرفي تقولي ارنب انور في منورنا وارنبنا في منور انور؟ تكلفه؟ ايه؟
ده من وانا في حضانه دي معرفون منها. ماشي خلاص. بلعرنبنا بلعرنور بلعرنور. ماشي. اسمعي واحده سهله وبسيطه. امر امير الامراء بحفر سفينه في الصحراء، كم راي في ذلك؟ يا جدعان حرام عليكم، انتوا بتعجزوها، الولايه لدغه في الريها هنقتلها. بقول لك ايه، قولي بابا جاب لي حصانه تمشكحبه، لو ما تمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ دي اسهل وما فيهاش ريه. لا 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 لا، قولي قفص بصل وقفص عصب، قفص البصل رفص، قفص العصب رفص، يقدر قفص العصب يرفص، قفص البصل رفص زي ما قفص البصل رفص. اختار انت بقى واحده من كل الحاجات دي. قول شايبه اصبر، ده بيقع. ركبي شعي مستعاي. ما خلاص يا زينب، دي حته صغيره، تعالي انا اعملها لك. بالراحه بالراحه يا زينب، بالراحه سايب، بالراحه الوليه يا سايب. تعالي يلا زنوبة. بقول لك ايه يا زينب، اتفني البتاع اللي وقعت دي عشان ما يطلعش امل ويقرفنا، مش ناقص قرف. حرقت شعر الوليه؟ الطيبه دي يا بنت دي، الطيبه دي، هو ده مش واكل خالص؟ مش جايب؟ ثانيه واحده، الخطه البديله يا رب. ها يا رب ده يجيب نتيجه. ماشي. والنبي ما تبصش لحد. حاضر. ثواني نشوف بقى الناس بقى صحابات الفيلم. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا مراد بيه، انا فرحان وسعيد ان انا جاي عيد ميلاد حضرتك. اهلا وسهلا. ملحوظه بس، انا مش مراد بيه. انت من الناس اللي ما بيحبوش التكليف والحاجات. ماشي يا مراد، انت راجل مهزق. بقول لك انا مش مراد نفسه، مش الفكره في اللقب، انا مش مراد. بس عرفتك، انت اصلا ابنه عشان فيك شبه منه. كلبوزه 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 كلبوزه. انت تعرف مراد عشان تعرف ان انا فيها شبه منه؟ لا. طب امال ايه يا عم، انت مجنون؟ امال حضرتك مين؟ انا حسن. وانا محمود. اهلا وسهلا. زي حضرتك. عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله. تمام. انت معزوم هنا معانا؟ لا الصراحه احنا ما بنتعزمش، احنا بنيجي زط كده. زط؟ يعني بص، نلبس انا والمدام كده ونتشيك زي ما حضرتك شايف، وننزل بقى نلف بقى على البوفيهات، على الموالد، على الافراح، وفي رمضان ربنا بيكرم بمواعيد رحمه. طب وشغال ايه بقى على كده؟ انا غطاس. غطاس؟ يا بتعمل دايفنج بقى وسنوركلينج وشرم والغردقه والحاجات الحلوه دي؟ هو دايفنج وسنوركلينج برضو، بس مش في شرم والغردقه. امال فين؟ في ابو اتاتا بقى، كوم الشقافه، ميت كنافه. ثانيه واحده. انت انت غطاس ايه بالظبط؟ انا غطاس مجاري. ايه التباهي والتفشخر اللي انت فيه ده؟ ده غطاس مجاري يعني بتعوم في بيبيه، يعني معفن، بتعوم في بلاليه. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا مسميني في منطقتنا ابو هيف البلعات. لعلمك يا استاذ، جوزي ده بياخدني في السيف ونختص مع بعض. نلبس المايوهات ونفط في البلعات. انت فاكر ايه يا فندم؟ هو انا بعوم كده زي الناس الهبل؟ لا ما بتعومش كده، بتبيك كده وبتبيك كده وبتمشي. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا بعوم كده. وارجع كده وارجع كده بس، وصلت البراميل خلاص. بس وعندي محل كاتب عليه بيبي بيبي واو. لا واضح ان العفنه في مقصله، بسم الله ما شاء الله. انا بس عايز اسال حضرتك شغال ايه؟ انا دكتور عيون. دكتور عيون؟ ده انت جيت لي في الوقت اللي هو يا ابن اللذيذه. ايه في ايه؟ دكتور عيون بجد؟ والله. ده انت خد التقيله بقى. لا انا بتاع التقيل. صح بلاش خد الخفيفة بقى. أنا دكتور عيون وأكبر مستورد للعيون في مصر كلها. بتستورد عيون؟ لسه جاي لي حتى طلبية أول امبارح، في جوز زرق جمال جدا جاي لي، وفي جوز عسلي وجوز بينك كده، وجاي لي جوز ذهبي كده، ذهبي متالك بقى، فظاع. عندك عين عمية؟ عين عمية خالص؟ لحد يعز عليا مش عايزه يشوف تاني. بسيطة، نركب له عين جمل. عين جمل هنا وعين جمل هنا، ونجيب بندقتين، نحط له بندقيه هنا وبندقيه هنا، وندهن عليهم جيلي، تمام؟ ونجيب بقى ايه، كريم شانتيه، ونقوم نقوم باظين هنا شويه وباظين هنا شويه، بحيث يبقى فيه ايه اللي هو البسبوس الجميل ده هنا وبسبوس جميل هنا، ونجيب بقى شاليمو ونقوم ظابطين واحده هنا واحده هنا، ونقوم جايبين كريز وحاطين هنا وهنا. ده مش دكتور، ده حلواني. ايه يا محمود، في ايه يا محمود؟ تعالى كده لو سمحت،
بقول لك ايه يا دكتور العيون؟ الاقيش عندك جوز عيون رمادي 37؟ عايزاها برباط ولا بانس؟ احترمي نفسك يا وليه. ايه ده؟ بقول لك دكتور عيون مش تاجر جزم. محمود هو بيكلمني كده ليه؟ معلش انا اسف. عامل معاه صح ده ولا ايه؟ خلاص ايه انت يا نيله بصي لي هنا. نعم. يا لهوي يا خرابي، ايه ده؟ ايه؟ انت جبتها منين دي؟ ده انا مجمعها. دي فظيعه. اخيرا لقيتك بقى. بصي احنا هنتجوز انا وانت، مش هطلق سيد ونتجوز انا وانت. لا تمام؟ انا افهمك اهو. انا اللي هفهمك، انا بدور عليكي من زمان. سيد ده بقى شبه زي الستات كلها عادي كده، لكن انت حاجه سبيشال اوردر. لا ما هو مش هينفع، انا افهمك ليه. اسمعي انت مني، هنتجوز بقى وتنتني. لا دين دين ده والحاجات دي هنبسط. يا محمود قول له حاجه. هطلب ايدك من الهفا اللي قاعد جنبك ده، اللي هو اخوكي ده، هطلب ايدك منه ونتجوز. ثواني هتعرف مين الهفا يا بيه. ثانيه واحده بس، هنتجوز ماشي. يلا بقى بينا. لا ايه ده؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي بتبصلي كده ليه؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي عايزه مني بقى ايه؟ تعالي جنبي اسكي فيا، خلي ايديكي بقى كده في ايديا. افتح عزوزه وانا مالوش عوز، هتحسي بيا يا استاكوز. انت راجعه بقد انتظار. والله كنت هتقلب على ضهر. يا لهوي على العبط. محمود ايه انت طالق؟ انا هاخد ده. تعالى يا وحش، تعالى لي كده بقى. ايوه جميل، ايوه كده. هو بيرقص؟ ايه ده؟ ايه الطاقه اللي انت فيها دي يا شيخ؟ ازاي؟ بص ايديه عامله ازاي. بص ايده. ايه رب بص شعره يا محمود. ايه رب ولا عينيه يا حبيبي. يا لهو على خدوده. يا لهو ده انت عليك. ايه ده؟ في ايه؟ بص سمانه هو بيرقص. ده عليه سمانه. ايه ده يا ترى؟ ايه اللي حصل؟ قتلت الراجل؟ لا حول ولا قوه. حسن هو اسمه حسن. اه سيبهولي انا بقى. سلامات يا ام حسن من العنوان الحسن. وسلامتك يا حسن من الدب اللي حسن. سلامتها يا ام حسن. وتواجن يا اختي. شرط 900 عندك يا ام حسن. يا ام حسن هو انت بتاكل من ام حسن؟ ام حسن دي امي. عشان كده كرشك جالي بالزبادي. ابوس ايدك. لا لا ده انت كرشك مش طبيعي. كرشي لا هيقع يا وليا. لا هو ده. كيف انا عملت بيبي على نفسي ولا ايه؟ ايوه بقى كفايه كده، هيجي لي جفاف يا مفتريه. مش انت؟ لا كرش. بس شوف بص يا محمود، كرش بص بتاعك ده بيروح. بص الحمام عايز اروح الحمام. افتح جيبك اعمل بيبي بيبي بيبي. والمسعف يختي بيبي. اوعى الحياة يا رب اللي باقي. الحياة يا رب. انا هعمل بيبي في الجنينه بره. اعمل في الجنينه. هتجنني ام الحركه دي بتاكل حاجه تبط. انت ده مش واكل معاك خالص الحاجات دي ما بتاكل. يا رب الخطه البديله. ان شاء الله البولغه تجيب حاجه معاك. شبشب زنوبه يا محمود. ان شاء الله. يعني ده اللي هيجيب نتيجه؟ يعني قالوا لي كده ده اللي هيجيب نتيجه. ماشي يا محمود. ان شاء الله. مش الناس الجامده دي. ابوس ايدك، دول اللي فاضلين لنا. فاهدي واحسدين انا. يلا على الجنينه. يلا ده بقول لك في جنينه حلوه قوي هنا. بص السد لابسه. يلا السد لابسه حلوه قوي. اديك ابن الرصيه. سد ايه؟ الناس اللي فوق حبايبنا. يا
يقعوا بالبتاع. والله يوعى انا اسف ليك. خش جوه يا لهوي. مراد يا مراد، انت فين يا مراد؟ انت فين يا دكتور؟ اتاخرت ليه يا دكتور؟ جايبني على ملا وشي ليه يا مراد؟ انا متبهدل يا دكتور. في ايه بس؟ مراتي فطحاني ومبهدلاني مع الناس كلها باللدغه بتاعتها دي. طب ما تجيبوا لها دكتور. انت اهبل ولا ايه؟ امال انت جاي تعمل ايه؟ ايوه صح. بقول لك مبهدلاني ده، انا امبارح ها كنا مع مهندس الديكور جاي يغير لنا الصالون، فبتقول له بص انا هخليك تعمل الصالون ده على ذوقك، بس اهم حاجه يبقى على احدث طراز. احراق طول الليل والله العظيم بهدلت. خلينا نخش في مهم يا مراد. ايه؟ خلينا نخش في مهم دلوقتي. الحروف الابجديه كم حرف؟ 28 حرف. طب ما ليه حق تتلخبط؟ والله 28 حرف ده كتير قوي، كويس انها حفظتهم. انت جاي تعالجها ولا تستهبل؟ خلينا نناقش الموضوع بالنظريه والحل. دلوقتي عندها كم حرف بايظ؟ 2. بقى كم ال 28؟ 26. طب ما ده سن كويس للجواز. انتوا متجوزين؟ انا مش ناقص شلل يا دكتور جنين. انا بس عايز افهم، انتوا خلفتوا حاجه ولا خلص. خلفنا ايه؟ خلفتوا حاجه ولا لسه؟ لا ما خلفناش. ما خلفتوش، ما تجي لي العياده بقى احشي لك الضرس الفوقاني ده، وبعدين انا جبت جهاز ممتاز والله. انت دكتور ايه يا رب؟ انا ايه بقول لك ايه، ركز معايا. انا عايزك تلصمها لي بس ان شاء الله نص ساعه نعدي العيد ميلاد. لا شوف اي حل، بس عايزها تنطق عادي، الناس بتتريق عليها وبتقعد تعيط وانا اقعد ادادي فيها والحاجات دي. مراد اطمن يا مراد اطمن، انا هديها علاج مؤقت بس يمشيها بس فتره العيد ميلاد. اما نشوف بهبلك ده هتعمل ايه. هي فين؟ هي في اوضه المكتب، تعالى معايا. طيب ماشي. السودانيه الفوليه اللذيذه حلاوه طنطم شبيه. السودانية الفورية اللذيذة حلاوة طمطم شبيك. واحد زي من أم الشغل في المكان ده، ناس بخلة وسحتاجية، كل ما أقول لهم هات جنيه يا باشا التانية تقول له مياد لا يا مياد أوعى، ولا جوجو موجو مو معاقين والمصحف. أما نادي الزفتة دي برضو تساعدني. يا اعتماد يا اعتماد، الراجل ده عليه صوت مش طبيعي. اعتماد مال صوتك يا حاج؟ ايه ده انت ايه ده؟ انت براكب مكبر صوت يا عم انت ولا ايه؟ قول لي ايه اللي حصل يا حاج؟ ايه؟ هو ايه اللي حصل لصوتي؟ انت شارب ايه اليوم ولا ايه؟ ده انا شارب شاي عادي والله، بس شكل شاي العروسة. دول بقى شرحان ونفيزة بجد. الله يخرب بيتك، عملت فيهم ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا اسف يا جماعه، هي حاله بسيطه. هو انا عملت ايه؟ طيب هدور في الشنطه واجيب المفيد. طيب ماشي. ثانيه واحده بس دي كده، ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. معلش عشان الشمس بتحرق عينيها بس. سلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. بص الراجل ده انا مش عارف. انا اسفين اسفين، تعال اكل دماغي. عايزين ننادي على الضيوف يا جماعه عشان التورته. يا زينب يا زوزة. ايوه يا مراد. ايه ايه؟ ايوه يا مراد، عايزه اقول لك على حاجه مهمه. انت بتقولي ايه؟ مراد مراد، انا خفيت يا مراد. عملها اللهبل. هو فين الدكتور؟ هو فين؟ فين الدكتور؟ هو فين؟ يخرب بيته، ده عمل معجزه. هو فين؟ انا كنت فاكر يا عظيم يا عظيم، انا اللي كنت بقول لك عليه اهبل. ابوس ابوس، انت عظيم. الف مبروك يا مياد. مياتك بقى الساخ سليم من النهارده، مفيش بس. انت ضحيت بنفسك يا دكتور. طب والحاله دي هتستمر تمام كده؟ خلاص خفت خالص؟ يا ايه الحاله دي مؤقته. مؤقته ماشي، كتر خيرك والله. يعني اتكل انت على الله بقى. يلا سلام. سلام عليكم. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. يلا نص ساعه كده عشان بس الضيوف. زي ما كنت تعبان وارتحت. الحمد لله الحاله كانت صعبه قوي. الحمد لله. ازيك يا مراد؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انا زعيانه من ايه؟
ايه دي راحت. زعيانه ايه؟ عشان انت تيات عليا ما قلتلك شويه حياتي شعي. انت عامله محمد هنيدي فتاه رهيبه. ايه ده اللي انت بتعمل؟ ايه حمام؟ طب روح الجنينه هناك. الجنينه؟ اه بس اوعى تزروت حاجه. لا هحفر حفره واعمل فيها ورد بعد ما اخلص. ما تقلقش حمام. امال فين الناس؟ يلا يا جماعه المعازيم فين يا جماعه عشان التورته؟ هما فين؟ احنا هنا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه ده ليه حضرتك مخبي المدام كده؟ اصل احنا صعايده وحريمنا ما تتكشفش على حد. يا راجل حرام عليك بلاش تقفيل، خلي الست تسلم علينا يا اخي. ما هو ما ينفعش تسلم عليك لمصلحتك يا اخي. احنا ناكل لقمه ونجور في داهيه. لا يا استاذ عيب انتوا ضيوفنا. لا ارجوك اوعى عشان اسلم على المدام. مساء الخير. اوبا بسم الله ما شاء الله عشان كده مخبيها. متجوز ست مليانه. ها تعال. تعال. ايه يا فندم؟ انت راجل محظوظ. ليه؟ عشان متجوز ست مليانه دول احسن ستات. بس في مشكله، كان في واحد صاحبي قبل كده متجوز واحده مليانه ونزلت كردون مباني. لا ما تقلقش تعالى يا حبيبي انا مظبط مع الحي. مع الحي بتاع المحافظه؟ اه. لا ما ينفعكش. لا إيه؟ انت عايز الحي القيوم عشان ينقذك من المصيبه اللي انت فيها. معلش سيبه لي يا محمود اتعرف عليه شويه. طلبتها ونلتها. منورانا. طلبتها وهتنولها. انت غريب يا استاذ في ايه؟ ما تسيب الست ترحب يا اخي. ايه يا محمود في ايه؟ معاك مدام كريمان. اهلا بحضرتك انا مراد حضرتك. ازيك يا جوز زينب. اهلا اهلا. نفسي اوريكي بقى البروش الالماس اللي انا جبته لها هديه عيد ميلادك. لا ده انت توريهوني بقى. طبعا وريهوني. ده بنص مليون جنيه. ايوه نص مليون جنيه. دي تالت هديه اشتريها الشهر ده. الحق بيقول لك يعني 150 مليون جنيه وتدفعهم. اهرب. ايه في ايه؟ اهرب. في ايه يا ست؟ في ايه؟ ايه المشكله؟ ده انا هقول افرجك بقى على العربيه الجديده اللي جبتها لها الشهر اللي فات. كمان عربيه؟ اه. انت في ايه؟ في ايه؟ ايه الفلوس دي كلها يا عم؟ عادي بصراحه انا اغنيه جدا. اهو شفت بقول اهو مفيش حاجه بتحصل عشان تبقى فاهم. اهو الحمد لله. ثانيه واحده بس معلش. ايه؟ ارد على التليفون. الو. ايه؟ ايه؟ كله؟ إيه؟ المصنع بتاعي اتحرق. انا فلست. البس. المصنع اتحرق. ده مصنع طفايات حريق. اتحرق ازاي؟ ايه ده؟ انا اسف يا فندم خلاص الحرق. لا هي إيه مش ذنبها، هي إيه مش ذنبها، ده خطر خلاص ما تضايقش الست. لا يا اخويا ما انت ما تعرفش اللي فيها. اسكت اسكت انت مش اول واحد. في ايه طيب؟ ما تعمليليش كده بتضايقني ام الحركه دي. ثانيه واحده محدش يفتح بقه. الحل الاخير ده سليبنج باج. انتوا رايحين سفاري ولا ايه؟ ثانيه واحده اصلك مش فاهم حاجه. ما تفتحش باي. انا تعبت طول المصلحه تعبت من خش يا حبيبي. السلام عليكم. برجلك بقى برجلك. يا لهوي. زي ما انت. ايوه اهو. سلام عليكم. يا جماعه المعازيم يا جماعه ارجوكم عايزين نطفي الشوق التورته. يلا يا جماعه عشان عيد الميلاد. يلا يا رجاله. يلا يا رجاله عشان عيد الميلاد. اكننا معازين. ها يعني احنا معزونين هنا ماشي ومن غير ما حد ياخد باله ان احنا اساسا حراميه وبعدين عاملين معازيم. ها يعني احنا اساسا يعني احنا حراميه. ده رسالة. احنا عاملين نفسنا معازيم يعني عشان امال فين الواد الرابع بتاعنا؟ فرانكات. يا ده فرانكات. تقولش فرانكات. فرانكات بيه. ولا 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 تعالى تعالى يا معلم. ايه اللي اخرك؟ كنت باكل. تكوي البدله دي؟ لا باكل شعري. مش عايزين دوش. احنا كاننا معازين. يلا تعالوا اتفضلوا على البوفيه يا باشوات. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. يلا هابي هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. وانزل يا جميل في الساحه والمطر كده بالراحه. قلنا ايه؟ 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 حرامي ياما ماله يا بنتي. حرامي ياما ماله يا بنتي. قرصني يا لهوي. قرصني يا لهوي. ايه يا معلم؟ ما تجيبش غير اغنيه فيها حرامي انتهبل. مش احنا حراميه يا معلم.
قول قول. طب يا حبيبي، عارفه يا حبيبتي احلى حاجه في الضيوف ايه؟ ايه؟ ذوقهم زي بالظبط في اللبس، بيلبسوا زي بالظبط. لا يا باشا، ده تشابه جاكيتات. اكتشفنا، الله يخرب بيوقها. الف الف كل سنه وانتم طيبين. الف كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلها اخر الاحزان يا رب. ايه؟ ربنا يجعلها اخر الاحزان. إيه؟ ربنا يجعلها اخر الاحزان. مين؟ انتوا مين؟ احنا ازاي ما تعرفيش الباشا؟ ده حسام باشا مشترك معانا في النادي. فاكر لما كنا بنلعب تنس وهو عدى؟ مش فاكر؟ لا انا عمري ما شفته في النادي. ولا انا والله بروح النادي اصلا. بنلعب تنس وهو عدى؟ ايه ده؟ اهلا سيادتك، احنا كلنا عضوين في النادي يعني. لا ما شفتوش خالص. انا هقول لك ما شافكش في النادي. بيبقى بشوفه على طول في الجيم. يا ابني النادي ما فيهوش جيم، ده نادي يخت. بنروح الجيم ونركب ميكروباص المطرية نروح النادي. يعني بعد ما بنخلص الجيم بنروح النادي سيادتك. أيوة. يعني وبعدين بعد ما بنخلص الجيم بنروح النادي حضرتك. يعني اهلا وسهلا. والله انتوا نورتونا في كل الاحوال. اهلا بيك. الله يخليك. رحبي بقى بالناس، انا هشوف الناس اللي في الجنينة يا حبيبتي. اوكي ماشي حبيبي. مع الف سلام. مع الف سلام. وانت اللي هتنقذني يا هبل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. تحب اجيب لك ايه تاكيو؟ نعم اجيب لكم ايه تاكيو؟ عايزين مترجم حضرتك يعني. يعني انا قصدي عندنا حيويات غربي، شيقي، تويتا، بسبوسه، سيزو، اكيي. هات لنا انيس عبيد. اجيب لكم باتون سايه؟ انا بنسى ليه؟ انا ما بنساش، ده بالعكس. بالعكس ده انا بقعد اعيد عشان ما انساش يعني حضرتك. يا باتون سايه. بص. هو ايه؟ هنعرف. اهو باتون سايه. ابو قصمات. ابو قصمات من ابو كمون يا هلا. وكل سنه وانت طيبه حضرتك يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كله بشواتي بشواتي. مفيش بيتي فورن ولع يا هانم ولا ايه؟ اعياد ميلاد. الباشا دايما بيحب يهزر. تهريج اعياد ميلاد. انزل لم فلوس، انزل لم فلوس. حرامي يما بلاش سيرة. اهلا وسهلا، كل سنة طيبين. وانتوا طيبين. طب احنا اتفضلي يا حضرتك يعني. اتفضلي يا حضرتك. طبق لي. لا 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 لا. ايه يا معلم؟ عايز ايه؟ بصوا احنا هنخلع دلوقتي، هنخلع دلوقتي. فيلم. مسلسل. مسرحية. ايه طيب؟ كلمتين. امال ايه؟ قلب. قال انت قال الرهينه. اطلع بره يلا، اطلع بره يلا يا معلم. ركز يعني، انا عايز اقول لكم امشوا امشوا. ايوه هتقول لي امشوا يا معلم. امشوا. حاضر يا معلم. يلا بسرعه بسرعه. يلا ما تمشي بطل غباء يلا. واحنا بعديهم خمس دقايق نمشي. ايه سوالف. اهلا وسهلا. اه كده هي طبلت. بقول لك ايه؟ ايه احنا نمشي. انت عارف مين؟ مين؟ ده عمار. عمار باشا بتاع الامن العام، ده بيدور علينا. ايه ده ظابط ده؟ امال ايه يعني؟ امال لابس ظابط ليه؟ غريب. مش يتنكر. احنا نستخبى بسرعه. احنا هنخش في الحيطه كده. ما يجراش حاجه. خش 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 بسرعه. خش بسرعه. الو الو. ايوه يا فوية يا حبيبتي. ايه يا عمار يا حبيبي، كلمت حماده اخويا في امريكا. ايوه يا حبيبتي كلمته في امريكا، كلمته اطمنت عليه. قلت له بتقضي يومك ازاي في امريكا يا حماده؟ قال لي مفيش، الصبح بركب الهمر وبالليل بقعد مع القمر. قال لي انت بتقضي يومك ازاي في مصر؟ قلت له ما تخافش حماده عادي يعني، الصبح بركب اللادة وبالليل طبعا مع اختك يا حماده. بقول لك ايه يا حبيبتي، الشبكه مقطعه، ممكن تطلعي في البلكونه؟ حاضر يا عمار. وصلتي البلكونه يا روحي؟ قاعده في البلكونه دلوقتي. انت في البلكونه دلوقتي يعني؟ اه. حد من القناصه يضربها بسرعه. فويه فويه. ماتت. الحمد لله الحمد لله. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير، انا جاركم الجديد. اهلا وسهلا. عرفت ان عيد ميلاد حضرتك النهارده فقلت اجي اتعرف عليكم. حضرتك متجوز؟ من خمس دقايق كنت متجوز والله. النقيب عمار 20 فرق مكافحه ارهاب، 20 سنه بطل الجمهوريه،
20 شارع مراد الدور الارضي. ايه؟ قصدي حضرتك فهمتني غلط.